سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا بصحه جيده البنات، والصحه هي الصح. البنات اليوم جيتكم بوصفه جديده كما عودتكم، وصفه مجربه ويديروها تاني البنات البلدان الاسيويه. البنات معروفين بها. الوغ البنات هذه تنحي التصبغات وتنحي تغلق المسامات اللي عندهم مسامات مفتوحه البنات، وفوالا تنحي التصبغات ودير تبييض البشره، فوالا تبييض عميق البشره البنات ب10 درجات، فريمون توب البنات. الوغ البنات اليوم عندنا وصفه لاباس تاعها، الاساس تاعها هو الشاي البنات، الشاي لاتاي لو تي، فوالا لاباس دو تي البنات. الوغ نحكمو البنات قسمي العاقه، قسمي العاقه تاع الشاي، ونبحوها شويه البنات في الطاحونه تاع القهوه ولا المولينكس، فوالا نمحيوها. انا البنات درت غير لو فيزاج، نقدروا نديروها البنات في الوجه وفي اليدين وفي المناطق الحساسه ثاني، كاع وين عندنا التصبغات البنات والكحوليه نابليكيوها الي اكسترا البنات، فوالا. الو قلنا ملعقه صغيره تاع الشاي البنات لو تي، فوالا البنات حنا بيزوا بياض البيض، ندير كلش قدامكم البنات على بالكم المصداقيه في القناه تاعي، فوالا نديرو بياض البيض البنات. انا كوم راني حندير ان كونتيتي، مانيش حندير كميه كبيره، حندير كميه غير نقيس الوجه تاعي، فوالا. الو البنات نديرو قيس تاني، قيس ملعقه تاع بياض البيض البنات، فوالا ملعقه، فوالا. نخلطو مليح البنات هاد المكونين، نخلطوهم مليح مليح البنات. الو الشاي الاخضر البنات وبياض البيض نخليو حتى يتمزاجو يدخل فيهم، فوالا البنات راكو على بالكم بلي بياض البيض ينحي التجاعيد تاني، يشد البشرة، وفيه فوائد، وأوسي الشاي البنات فيه بزاف الفيتامينات مفيدة للبشرة، فوالا. بعد ما تخللنا البيض البيض البنات في الشاي، أون أبيزون أوسي البنات نستحقو ملعقة صغيرة من الحليب، ولا البنات ما عندكمش الحليب تقدرو ديروها بتي سويس الياغورت الطبيعي، فوالا أنايا درت الحليب البنات، ملعقة صغيرة أوسي، فوالا. نزيدو تاني نخلطوهم مليح البنات. فوالا نخلطوا هاد المكونات، ما حبيتش نكثر البنات كوم انا كل يوم ندير لي ماسك باش ما يقعدليش، باسكو بعد ما نستعملوش سي صح، يعني كل يوم ندير لكم ماسك جديد، الو كل ما ندير لكم ماسك نستعملوه انا ثاني البنات. وسي نستعملوا الجيلاتين الطبيعي النباتي، عفوا النباتي البنات، ما نستعملوش تاع الشرائح باسكو الشرائح ما نقدروش نخلطو، ما نقدروش نستعملوه البنات يعذبنا. نديروا وسي البنات هايلك قسم ملعقة صغيرة البنات تاني تاع جيلاتين نباتي، نزيدو نخلطو مليح وسي البنات، فوالا نخلطوه مليح 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 مليح. الوغ ريحة الشاي منحكيلكمش البنات، ريحة طيبة. ودوكا البنات تاني نستعملو النشا، على بالكم بلي النشا البنات يغلق لنا المسامات ويساعد تاني في التبييض البنات. تاني نستعمل وسي البنات ملعقه صغيره، قلت لكم راح نعمل غير قيس منطقه الوجه هنايا، تقدروا تستعملوا ثاني اليدين، يكفيني مام اليدين، ملعقه صغيره ثاني البنات تاع النشا، ونزيد نخلط مليح. الو قلنا عندنا بياض البيض، عندنا ملعقه تاع الشاي مطحونه، عندنا ملعقه تاع الحليب ولا الزبادي كيما حبيتو بتي سويس ولا ياغورت طبيعي، وملعقه صغيره وسي مايزينا البنات، ونزيدوا عليها فوالا. فوالا درنا كلشي، درنا بياض البيض، درنا الشاي، درنا الجيلاتين، درنا الحليب، ودرنا المايزينا، فوالا البنات. البنات انا زدت شويه حليب على خاطر راهي وسمو راهي شويه محكومه ال نزيد زدت شويه حليب البنات باش تقدر تمشي لي في البشره ال فوالا انا زدت شويه حليب فوالا. دوكا البنات نابليكيها في الوجه تاعي، بيان سور لازم يكون الوجه نظيف، فوالا فوالا البنات هاوليك الماسك تاعي، تحصلت على هذا الماسك البنات. دوكا نابليكيه معاكم البنات كيما عودتكم كوم دابيتود، كي ندير حاجه لازم نديرها قدامكم البنات، فوالا بسم الله. لو فيزاج تاعي راه نقي البنات، لازم يكون الوجه نظيف، فوالا هكذا نبلاك بليكيها قدامكم فوالا البنات، ونخلوها البنات
حتى ينشف بياض البيض ربع ساعة حتى 20 دقيقة. والبنات هذه الوصفة هذه تستعمل في كاع أنواع البشرة، ما في البشرة الدهنية البنات. ما بقابة بيان سور البنات، وانا نحبط معاكم فوالا البنات. دوك انا نابليكيها مليح، ندخلو حتى نقدر ندخلو نشوفو البنات، بس كلش طبيعي ما عندناش مواد فوالا. ولا البنات هاد الوصفة البنات غير جربوها، هاد الماسك جد رائع البنات. اون بليس ريح ريحة فريمون جد رائعة البنات. و لي زابوني جدد نقول لكم مرحبا بكم في القناة تاعي، والقدم بيان سور مرحبا بكم نتوما تاني. والبنات ولا عجبتكم الفيديو تاعي ما تنساوش ديروا لي جيم، وما تنساوش الاشتراك البنات فضلا وليس امان بيان سور، الى حبيتو الى عجبتكم، الى ما عجبتكمش بيان سور ماشي اوبليجي عليكم البنات. فوالا نقول لكم ان شاء الله نكون في المستوى. هذه هي فوالا البنات، ندير بون ابليكاسيون. والبنات ريحه الشاي الاخضر ريحته لا لا جد طيبه. فوالا البنات انا درتو دوكا البنات كيما عودتكم، نخليه ينشف انايا من ربع ساعة حتى 20 دقيقة، ونعاود لكم النتيجة، ونغسلو البنات هاد الماسك هدايا بالماء الفاتر لوتشياد البنات. فوالا فوالا البنات توت سويت. فوالا البنات النتيجة بعد ما غسلت وجهي، فوالا فغيمون طوب البنات اكسترا البنات، ما مدت في يديا هاديك الكمية اللي تعمل عاقة البنات تكفيكم قيس لو فيزاج. تجيكم قيس لو فيزاج البنات ميم حتى اليدين، شوفوا اليدية البنات بين هنايا وهنايا لا ديفيرونس البنات، هاكو تشوفو هنايا ان بو بغول وهنايا لابواي بيضا. الو البنات المدة خليتها نصف ساعة، وحتى يبس كامل يبس لي كامل لو ماسك باش غسلتو بالماء الفاتر البنات. فوالا سا سون بون، ريحة طيبة البنات ريحة الشاي. و شحال نقولكم البنات هاد الماسك البنات ديروه دو فوا باغ سومان، زوج خطات في الأسبوع البنات، يجي في الوجه في الرقبة في اليدين كل المناطق الحساسة. البنات نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى، ولا عجبتكم لا فيديو تاعي البنات ديروا لي جيم، ديروا لي ابوني فضلا وليس امرا، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. والبنات كومني ديكم فيديو في الليل نقول لكم ليله سعيده، ونتلاقاو ان شاء الله لا بروشان فوا. بوغ لي في بونسواري.